مرحب بيكم، مبروك يا كابتن ياسر. طبعا اداء رائع من اول يوم في البطوله، ان شاء الله عندنا امل كبير باذن الله نحسم البطوله هنا على ارضنا. مباراه اليوم بالنسبه لك عديتوا ليها ازاي وشايف المباراه ازاي يا كابتن ياسر؟ اولا الله يبارك فيك، الحمد لله كانت فعلا مباراه قويه، وكنا بنلعب فريق والانوي الكيني، هو فعلا فريق مميز قوي، والحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله وفقنا. ان شاء الله عندنا بكره ماتش المفروض مع بعد بكره مع كارتاج التونسي، طبعا ماتش جامد، فرقه منظمه جدا، واحنا الحمد لله يعني شغالين عليها كويس، وان شاء الله خير، ويتمنى التوفيق من ربنا بامر الله. المنافسات في البطوله مقارنه بالمشاركات الماضيه، شايف البطوله بتتطور، البطوله دي اقوى، عدد الفرق كمان مساعد ان البطوله تبقى شكلها مميز يا كابتن ياسر؟ والله هو عدد والفرق و19 فرقه. انا شايف احنا يعني انا وكابتن حمدي حضرنا 4 بطولات وثلاث بطولات، دي ودي اقوى بطوله صراحه. في فرق كويسه قوي، في فرقتين من كينيا كويسين قوي، في فرقه من تونس كويسه جدا طبعا، في فريق من الكاميرون جميل يعني برضو مستوى عالي جدا. لا بطوله قويه صراحه. تقولي للبنات قبل المباراه ان شاء الله بالنسبه لمباراه قرطاج، ان شاء الله زي ما بنقول جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره عنده امل كبير ان البطوله ان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله طبعا باذن الله، الله المستعان. طبعا انا بشكر كل اللعيبه، طبعا كل اللعيبه طبعا ورجاله جدا عملوا كل اللي عليهم، هم تعب قوي السنه دي كلهم يعني، الحمد لله كلنا عملنا كل اللي علينا. ان شاء الله خير يعني، بتمنى التوفيق وان شاء الله من ربنا بامر الله. شكرا، ربنا يبارك لك.